السلام عليكم متتبعين قناة كاتيلينا، مرحبا بكم وسنة سعيدة تدخل عليكم بالصحة والسلامة والرزق إن شاء الله وكل ما تتمناو. اليوم غادي مرحبا بكم في فيديو جديد، هنقدم معكم واحد المسمنات عامرين حلوين عامرين بالتفاح. تابعوني باش تشوفوا الطريقة التحضير. هنا عندي 400 غرام ديال الفورص البيض، ثم على حسب الاشخاص اللي عندكم تقدروا تعرفوا المقادير. هنا كاين شويه الملحه، معلقه ديال السنيده، شويه الخميره ديال الدار، الخميره ديال الحلوه نص باكيه، مع هذه الباكيه عندي فيها 16 غرام غندير غير نص، فانيل، فانيليا وحدة باش كتعطينا البنة، صافي ونعجنوها عادية. نخليوها ترتاح شويه ونبدا نخدموا فيها. من بعد ما ارتاحت شويه الهما دابا غنبدا نكرص بها بحال المسمن العادي ونحطوها في الطريق. حتى البنات انا دابا غنقرصها باش نعمرها. كندير التفاح، شويه السنيده، شوية القرفة، وكنسدوها بحال هكا. هنا انا غندير اللوزة باش نسدها مزيان على هذا الشكل.
هذه درتها دايره بهذا الشكل. من بعد ما كملناهم غندخلهم الفران على درجه الحراره 180 20 دقيقه ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي ديالها. من بعد ما خرجناها من الفران كتجي بحال هكا محمره مقرمشه. دابا غادي ندير لها شويه سكر كلاصي، السكر كلاصي كيبقى اختياري. انا غنقطع معاكم وحده باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها، الشكل من الداخل كيفاش كتجي. كتجي عامره من الوسط وزوينه وبنينه، كنتمنى البنات تجربوها، راها كتجي رائعه.